في مقطع الفيديو التعريفي شرحنا لك كيف يكون مسار التعليم الهولندي. إن لم تشاهده بعد ننصحك بمشاهدته أولاً. في الإسكا نعمل على انتقالك إلى مدرسة أخرى أو إلى عمل. في هذا المقطع سوف نشرح لك بالتفصيل ما هي الإمكانات المتاحة لك عندما تكون على المسار الأول في الإسكا. من خلال المسار الأول تستطيع الانتقال إلى التعليم المهني، ما يسمى بـ Praktik Onderwijs، أو الانتقال إلى التعليم الثانوي الخاص بما يسمى بـ Voortgezet Speciaal Onderwijs. المدرسة الجديدة التي سوف تنتقل إليها تحدد لك أي عام دراسي مناسب لك، ولكن قبل ذلك يجب أن يكون مستواك في اللغة الهولندية على أي حال في طريقها إلى مستوى A2. التعليم المهني والتعليم الثانوي الخاص هم للطلاب ما بين 12 إلى 18 عاماً. التعليم المهني والتعليم الثانوي الخاص يحتويان على الكثير من العمل اليدوي والتدريب العملي. بالطبع ستتعلم أيضاً مواد نظرية مثل اللغة الهولندية والحساب، وأخيراً سوف تحصل على شهادة. بعد الانتهاء من التعليم المهني سوف يكون في مقدرتك العمل أو الانتقال إلى المستوى الأول في نظام التعليم المتوسط ما يسمى بالMBO. بعد انتهائك من نظام التعليم الثانوي الخاص تستطيع الانتقال إلى العمل تحت التوجيه. إن كنت تتبع مسار التعليم الأول وعمرك 18 عاماً وما فوق فباستطاعتك العمل مباشرة. إن كان عمرك 18 عاماً وما فوق وكنت ملزماً باتباع نظام الاندماج الذي يعرف بالإمبرخرينج فعليك أن تذهب إلى دروس الاندماج في البلدية الخاصة بك. في هذا الفيديو عرضنا عليك كيف يمكنك الاستمرار في التعليم فيما بعد المسار الأول في الإسكا. هل لديك الفضول لتعرف كيف تسير المسارات الأخرى؟ إذن شاهد من فضلك الفيديو الخاص بمسار التعليم الثاني والثالث.